تيجي تيجي بسيارتك؟ سامعين يا هشام؟ وانت؟ دبار بدك تتركني عالي يا هشام؟ أبيعتك تروحي يا حالي. انت رح تخليكي معي؟ رح معك رح. أنا وليان رح مع أنتي رولا هاشم. أول شي مساء الخير عليكم جميعا يا أحلى عالم بالدنيا، اشتقت لكم أنا وألمة كتير. قديش تقتيرهم؟ قدي بتحبي مامي؟ كتير يا ماما. لا 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 عبري عبري كذاب يعني. تعرف الأغنية يا ماما؟ شو الأغنية هاي؟ بتحكي أحبك قد شو اسمه؟ طب تعالي هون قولي لهم يلا. مين هاي ماما؟ هي قد اليوم أنا وألمى شو؟ ماي البحر أنا وألمى لابسين شو؟ أبيض. رجعي لنا الأخ. لا أنا ما بنساكم. ما بتنساني؟ نعم. بعد شو يا روح هاشم؟ اوكي احتمال احنا نبيت بس ارجع الصالون. صالحني علشان انا ألمى مامي وطي صوتك. يلا انزلوا تحت. انت بتيجي تيجي معانا خلاص ما عرفت انا عارفه يعني جديده. لا ماشي معاكم. يلا استني اذا روحنا بدري يعني خلاص تصالحني. طبعا اكيد وعد شرف صح. خلص لا بس ما بتغلبني هناك بالبواجه. لا ما بغلبك اكيد. لا بدي اظل انا مع لانا ونورا. مبارك يعني ما مبارك معنا. يلا هاتي. سؤال، شو شعورك وانتي قاعدة بالحارة والولاد بيلعبوا حواليكي وبتنادي وتعال كل وعملت لك ساندويشات حواليا وحاطين هالكعكات ومع الشاي ودلة القهوة وبتلف ورق وعنب لا انا ما بلف والله، هي بس بتفرج عليهم وبعلمهم كيف وانا مشرف. انتوا متخيلين انه لا صارت هاي الام ام بضمير. بحاول اكون ام يعني الام عارفين القصة يعني اللي بتقعد بالحارة. لا المتشحتفة يا عمري تلعبوا على الشارع ضلكوا هون قدام البيت. هشومي تبعدش عن ماما. بروكي دير بالك على هشومي. اوكي باي.